واعلموا أيها المؤمنون أنه ليس ثمة ما ينهى عنه في صيام شعبان إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أما إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصم، يعني من صام صياما معتادا كما كان يوافق ما قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم اثنين أو يوم خميس، ومن عادته صيام ذلك فليصمه ولا ينهى عنه، وإنما ما ينهى عن من احتاط لرمضان بتقدم يوم أو يومين.